اشتركت مع داعش بعمليات إرهابية عديدة، من ضمن العملية اشتركت بالهجوم على نقطة تابعة للجيش العراقي في منطقة البشويش. نعم سيد. كم واحد كنتوا المهاجمين بهاي النقطة؟ سيد كانوا 15 نفر. أنت من هم 15 نفر الجنود؟ نعم سيد. من 15 إلى 20؟ نعم سيد. أنتوا القوة المهاجمة كنتوا راجل ولا بسيارة؟ لا سيد، القوة المهاجمة قدامنا. عناصر داعش. نعم سيد، القوة المهاجمة قدامنا واحنا وراهم سيدي. انتو استناد. نعم سيدي. طيب الهجوم بدا فجرا عصرا ظهرا؟ فجرا سيدي. فجرا. شقد استمر الهجوم؟ تقريبا ساعة سيدي. ساعة؟ نعم سيدي. طيب. على اثر ذلك وين كانوا الجنود هنا؟ نعم سيدي على التلة سيدي. على التلة. نعم سيدي. زين، انت كنت مستعمل سلاحك نفسه البندقية؟ نعم سيدي. بهاي العملية صار اقتحام تام للوطن العسكرية؟ نعم سيدي. زين، كم واحد قتل من شبابنا الجيش العراقي؟ تقريبا 15 سيدي. 15 جندي؟ نعم سيدي. تم استشهادهم؟ نعم سيدي. تمثلت هاي العملية بقيام المتهم بزرع العبوات على شكل جريكان سعة 10 لتر. احكي لنا عن هاي الجريكانات. سيدي دزوني قالوا لي تودي العبوات على الشارع. خليهن على الشارع يجون يستلمونهن. تمام. العبوات انتم جهزتوهن لو جاهزات؟ لا جاهزات سيدي. معدات؟ نعم سيدي. الجريكانات؟ نعم سيدي. كم جريكان؟ 10 تقريبا سيدي. 10 جريكان؟ نعم سيدي. شلون لونهن؟ ابيض الجريكان. جريكانات بيض، معدل التفجير. الغرض من هذه الجريكانات شنو؟ سيدي يزرعوها على مود الجيش ما ينزل للمنطقه. لمنع تقدم القوات الامنيه؟ نعم سيدي. طيب. اللي صار شنو بعد زرعهن؟ اللي صار سيدي بعد فتره سمعت انه طاقات على عائله. اثناء انسحاب العوائل من الفلوجة عند تحرير المدينة. نعم سيد. طيب العائلة اللي انفجر عليها تعرف اسمها؟ السيد هم نفس المنطقة مالتنا. شو اسمهم؟ عائلة الساد علي. شو يشتغل علي؟ معلم. كم واحد قتل بيها؟ سيد هم عائلته يعني كاملة. أربعة أو ثلاثة نفر. ثلاثة أربعة أو أربعة نفس. ثلاثة أربعة. أربعة سيد. أربعة؟ نعم سيد. تمثلت بهجومكم على قوات الجيش التي تتقدم باتجاه مدار الصفر. الجيش بدأ يتقدم باتجاه مدار الصفر، انتو شلون كنتوا متقسمين؟ راجلة، مفارز، مشي، شلون كنتوا؟ راجلة مشي سيدي. راجلة. كم واحد كنتوا؟ 15 سيدي. 15. طيب شنو اللي صار اثناء هجومكم على قوات الجيش؟ سيدي تقدموا 10 نفرات جنود قدامنا. نعم سيدي. طبعا. واحنا ظلينا على السناد ورا يعني. نعم. قريبين عليهم بس ورا. ايش كنت لابس زي قندهاري؟ نعم سيدي. وجعوا مالتك؟ نعم سيدي. ورشاشه مالتك؟ نعم سيدي. اشتركت بالهجوم باحد المفارز على قوات الجيش. شلون بدات الهجوم؟ سيدي هو من نزل الجيش على هذا الشارع تقدم هم علي بالمشروع. نعم. لحد ما قربوا علي وضربوا الجيش. زين. شنو اللي صار بقوات الجيش العراقي هنا؟ سيدي احترق همر. همر واحدة. نعم سيد. صار شهداء؟ ما اعرف سيد. ما تعرف. انتم شنو اللي صار عندكم؟ صار عندنا سيدي هماتين. منو اللي قتلنا عندكم؟ واحد سيدي. زين، بقيادة منو كانت العملية؟ سيدي بقيادة ابو محمد. الارهابي ابو محمد. نعم. من ضمن العمليات اعترف عليها هو هجومه على الفوج 15 التابع بفوج طوارئ الانبار قيادة شرطة محافظة الانبار. تكلمنا عن كيفية الهجوم على نقطة الفوج 15. سيدي احنا تقريبا 15 نفر من تابعين داعش. نعم سيدي. نعم. هم متقسمين على شكل مجاميع. نعم. خمسة بخمسة وخمسة. نعم. نعم سيدي. انت كنت ضمن احد المجاميع. نعم سيدي. بالجاهزية مالتك بزي القندهار. نعم. مالك بالسلاح. نعم. مالك. نعم سيدي. شلون بدأت الهجوم؟ سيد الهجوم هو بدينا من هجوم يتسللوا العشرة الأولين على 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 الفوج. فوج 15. نعم سيد. تمام. وإلى ما وصلوا اليومهم بالمشاريع سيد. تمام. نعم سيد. اللي صار شنو بالعملية؟ فتحتوا نار؟ نعم سيدي. هم قابلوكم أو قاوموكم؟ نعم سيدي. طيب اللي صار شنو بالمعركة؟ اللي صار سيدي صارت انسحبوا الشرطة. نعم. رجعوا لي ورا. نعم. وصار قتله سيدي. شم واحد قتل بالشرطة؟ سيدي من واحد إلى ثلاثة بين قتيل وجريح. يعني. قتيل وجريح. نعم سيدي. صار حرق آليات؟ ما شفت سيدي. طيب. هاي المنطقة شو اسمها هذه؟
اليتامى سيد. مدرسة اليتامى. نعم سيد. مدرسة البهوة وين؟ ليورا سيد. تمام. يعني البهوة اليتامى. نعم سيد. باتجاه عملية الصمود. نعم سيد. وهاي قدامنا هذه الناحية والمجمع. نعم سيد. تكلم. كون نعم. شلون كانت الإعداد لهذا الهجوم الكبير؟ كانت إعداد كبيرة سيدي. نعم. بغيرت منو؟ غيرت أبو وليد. أبو وليد الإرهابي. كم العدد كان عددكم؟ تقريبا 100 سيدي أكثر. أكثر من 100 إرهابي. نعم سيدي. شنو تستخدمون سيارات راجلة؟ راجلة نعم راجل. سيدي. كم مفخخة كانت وياكم؟ 2 أو 3 سيدي. شنو نوعية المفخخات؟ مدرعات سيدي. مدرعات. نعم سيدي. بيا وقت استمر الهجوم؟ الصبح سيدي. صباح. شكد استمر؟ تقريبا سيدي من يومين إلى 3 أيام. 3 أيام. الأفكار اللي كانت عندكم الغرض من هالهجوم شنو؟ سيدي تأخذون العامرية. هاي المنطقة العامرية. نعم سيدي. إيش واجهتوا؟ واجهتوا مقاومة؟ واجهتوا نعم شيء؟ نعم سيدي. طيب. شلون كانت المقاومة؟ كانت قوية سيدي. قوية جدا. نعم. هو هذا الأنتيك أو ما أعرف بإسالة الماء. هذه المنطقة. نعم سيدي. طيب. عدد القتلى من داعش قد كان؟ هواية سيدي. هواية. نعم يعني سيدي. أكو عدد مقارب تقريبي؟ اي سيدي ترى 80 اكثر 80 او اكثر داعش قتل. نعم سيدي. طيب. القوات الامنيه كانت كانت مقاومتها قويه باتجاهكم؟ نعم سيدي. طيب شفتوا وقع شهداء من جانب القوات الامنيه؟ لا سيدي. ما شفت؟ لا سيدي ما شفت. طيب اللي صار منه اكو قيادات بداعش قتلت بهذا الهجوم؟ نعم سيدي. شلون انتهى الهجوم؟ احكي لنا شلون انتهى؟ سيدي هو بقى مستمر الى ما رجعنا لي ورا. نعم. وانتهى الهجوم موقف يعني. انتهى الهجوم وصار القوات الأمنية. نعم سيدي. وين رحتوا بعدين بعد 3 أيام ما رحتوا؟ رجعنا سيدي لي ورا. رحت لي ورا. نعم سيدي. طيب. شلون تم القبض عليك؟ تكلم لنا باختصار. سيدي ألقى القبض علي بالسليمانية. من قبل منو؟ من قبل جهاز الأمن الوطني. نعم. نعم سيدي. إيه. كيف فزت؟ شو تشتغل بالسليمانية كنت؟ سيراميك سيدي. عامل. نعم سيدي.